صلاة الاستسقاء، متى يجب صلاتها وما عدد ركعاتها وكيف تصلى؟ وهل من الأفضل أن تكون في جماعة أم تصلى منفردة؟ وهل لها دعاء مأثور؟ الاستسقاء هو طلب سقي الماء من الله سبحانه عند حصول الجد وانقطاع المطر، وهي سنة وليست مفروضة، وتؤدى على عدة أوجه. الأول أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين في أي وقت في غير أوقات الكراهة، يجهر في الأولى بالفاتحة فسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الفاتحة وسورة الغاشية، ثم يخطب بعد الصلاة أو قبلها، فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا ملابسهم بتغيير وضعها الطبيعي، ثم يستقبلون القبلة ويدعون الله رافعين أيديهم مبالغين في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخمسة وصححه الترمذي، وكانت الصلاة بدون أذان ولا إقامة. الوجه الثاني في صلاة الاستسقاء أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة، وأن يؤمن المصلون على دعائه، كما رواه البخاري ومسلم من أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والرسول يخطب، وذكر له هلاك الأموال وانقطاع السيل، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أمطرت السماء. الوجه الثالث أن يدعو الإمام دعاء مجردا في غير يوم الجمعة وبدون صلاة في المسجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس. والدعاء في الاستسقاء أفضله المأثور، ومنه اللهم أغثنا غيثا مغيثا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنبت لنا الزرع وأذر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. وعند الدعاء استحب رفع ظهور الأكف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.